السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ربكم بخير. انا عارف ان انا غايب بقالي كتير يعني، لكن كان في كده شوية حاجات بتخلص الفترة اللي فاتت عشان داخلين على الدراسة وبنخلص بقى في الاجازة اللي احنا اصلا ما لحقناش ناخدها يعني. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله كله خير. فالنهاردة ان شاء الله هنجاوب على الاسئلة اللي سألتوها في الاسك على انستجرام. عملنا اسك كده لذيذ وقلنا الناس تسأل الاسئلة عشان نجاوب عليها في فيديو، هتلاقوا انستجرام تحت الفيديو اللي عاوز يتابع هناك يعني، علشان ما يفوتوش اي اسك ويسأل براحته. النهاردة ان شاء الله هنجاوب على الاسئلة بتاعتكم بس بعد الانترو. تانية سنة وان شاء الله قريب جدا جدا شباب هيكون في حل، وفي تقريبا كده بنحضر لكورس بس مش عايزين نحرقه، فان شاء الله اولى وتانية ثانوي هيكون ليكوا شرح جديد 2022 وكمان حل ومتابعة. استنوا بس التفاصيل وفعلوا الجرس في القناة علشان يوصل لكم كل الاشعارات الجديدة. السنوية السنة دي هتكون زي دي حاجة في علم الغيب، ما ينفعش نتوقع مجاميع السنوية ولا التنسيق ولا الكليات ولا أي حاجة يا عبد الله، فللأسف ما أعرفش أقول لك التنسيق هيكون عامل إزاي، بس ربنا يكرم كده إن شاء الله والسنة الجاية ما يحصلش اللي حصل السنة اللي فاتت، علشان دي كانت مهزلة حقيقي وناس كتيرة جدا جدا اتظلمت وناس شطار جدا جدا اتظلموا، فنتمنى إن شاء الله ما يحصلش مع حد اللي حصل السنة اللي فاتت. بص يا مريم، والله أنا للأسف مش بعرف أنزل القاهرة عشان السفر، أنا مثلا بيني وبين القاهرة ساعتين وشوية، اللي هو بروح المؤسسة بروح شبرا مثلا، لو رايح بقى مكان بعيد فبيكون وقت أطول يعني، فعشان أروح وارجع في 5 ساعات مثلا ده بالنسبة لي سهلة كبيرة جدا. وكمان للأسف السنة دي في الكلية سامعين إن الكلية تبقى 5 أيام، فخمس أيام مع السناتر مع الدروس مع الكورس مش هعرف، فللأسف مش هينفع ننزل القاهرة. بس الشيمي كان حلمك طب؟ ميسا كان حلم طب بصراحة من وانا صغير، كان عايز اخش طب يعني، جيت في ثانوية عامة كده وانا داخل تالتة ثانوي بابا قال لي ما تخش علم رياضة، علشان ايه زي اي اب في الدنيا خايف على ابنه يعني، ادخل علم رياضة علشان تجيب مجموع هندسة اسهل من مجموع الطب يعني، بس انا صممت وقلت لا ان شاء الله اخش علم علوم واجيب. عشان كده بقول لاي حد عاوز يجيب كلية طبية انت مكانك علم علوم بس، اي حد عاوز كلية هندسة مكانك علم رياضة بس، تختار علم علوم او علم رياضة على حسب انت نفسك في كلية ايه. طبعا ما ينفعش مثلا حد صغنن زي اسماء نقول له نفسك في كلية ايه، هي ما تعرفش، لا تعرف هندسة فيها ايه ولا تعرف طب فيها ايه ولا اي حاجة، لكن لو مثلا اخوها دكتور او مثلا حد بينقل لها الوظيفة او الشغلانة او مستقبل الكلية على اساس ده هي تعرف تحدد هي نفسها في كلية ايه. فانت تسمع من اللي في طب وتسمع من اللي في هندسة وتشوف مستقبل كل كلية في بلدك عاملة ازاي، بعد كده بقى تحدد انا علم علوم ولا علم رياضة. يلا اللي بعده. بما ان انا في ثالثه اعدادي انا وقتي تقريبا، فاحنا دكتور عايزين منك تشرح لنا علوم. علوم ثالثه اعدادي يعني مفكر فيها دي، بس يلا اللي بعده. انت بتنقي ولا كله؟ احسن كليه مش حاجه اسمها احسن كليه لحد، لكن انا اسم اختي مثلا ان شاء الله لو جابت مجموع كده عالي كويس ان شاء الله يعني ادخلي ان شاء الله كليه طب اسنان باذن الله، او علاج طبيعي يعني، ايهما احسن في الوقت دوت، ايهما مستقبله احسن للبنات في الوقت ده ان شاء الله. خططي اللي جايه زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان شاء الله لاولى وثانيه ثانوي هيكون في مفاجاه قريبه جدا هنفجرها كده على التشانل، فخليكم تابعين ان شاء الله. يلا يلا يا اسماء، مفيش وقت يا اسماء. الحمد لله الحمد لله والله. اداب انجليزي ولا تربيه انجليزي؟ ما حدش يسالني في كليه انا ما درستهاش يعني، اداب انجليزي تربيه انجليزي، انا اعتقد ان كليه اداب بيدرسوا زي تربيه، بس الفرق بين اداب وتربيه في الماده العلميه انا ما اعرفوش خلاص، فحضرتك تسمعي من الناس اللي في اداب ومن الناس اللي في تربيه وتعرفي انه مستقبله المناسب بالنسبه لك، او انهي التخصصات ديت اللي هي انت عايزه تبقي فيها او المواد اللي انت عاوزه تدرسيها، لكن ما تساليش واحد في طب اداب ولا تربيه، ما انا اكيد ما اعرفش. مذكره لتاني، بصوا اي حاجه لتانية او اولى ان شاء الله باذن الله هنفجرها قريب جدا 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 وتخرج للواقع في اقرب وقت. هتخطب امتى بقى؟ ما خلاص بقى موضوع الخطوبه ده فكسناه من زمان. ازاي تذاكر احياء لو انت ثالثه ثانوي؟ ما ينفعش تكون بذاكر احياء وانت مش معايا في الكورس. ايوه معدوم الشعور. رديت عليك، خف ايدك يا اسماء، ورانا مش عارف. الجديد معنون اكاديمي وشرحنا شويه، هو عباره عن الجديد معنون اكاديمي ان شاء الله هيكون متابعه لاولى وثانيه ثانوي معنون اكاديمي، وبرده عندنا متابعه لاولى وثانيه ثانوي بس في مكان تاني كده برده ان شاء الله بتاعي انا يعني، هيكون مفاجاه قويه جدا ليكم ان شاء الله، ما تقلقوش خليكم بس متابعين. وادينا ربعت يا اسماء. بصوا شباب، دلوقتي مثلا في ثانويه عامه انا شايف ان مشكله توتر احباط مشكله في المذاكره كل الكلام ده بيكون سببه حاجات كده معروف عند كل الناس، اول حاجه وهو انك مش محدد انت عاوز ايه، انت مش عارفه انت بتعملي ايه، انت في ثانويه عامه
عامه مثلا تبقى انت حدد هدف، على اساس هذا الهدف انا هذاكر وهعمل اللي عليا. طيب دلوقتي يا دكتور عملت اللي عليا وما توفقتش، يبقى يا شباب ده بتاع ربنا، بس انت كل اللي عليك انك تمشي مع الناس اللي ماشيه، تمشي مع الموجه اللي ماشيه، الناس ماشيه كتيره جدا، حط نفسك في وسطهم، لو نجحوا بتنجحوا ان شاء الله كلكم، لو برضو حصل حاجه يبقى انت مش لوحدك اللي حصل لك الحاجه دي، فانت اعمل اللي عليك وامشي مع الناس اللي ماشيه، وتيقن ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يكرمك، يعني خلي عندك يقين في ربنا كده سبحانه وتعالى، وادعي ربنا كتير، وعيش بالدعاء اللي انا دايما بقوله، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، عيش بالدعاء دوت واعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا يكرمك. طالما ايقنت بدوت باذن الله التوتر والاحباط والمشاكل النفسيه هتقل عندك جدا جدا جدا، وواظب اكيد على اذكار الصباح والمساء وورد القران من وقت للتاني. لو سمحت يا دكتور عايزين نتكلم طلبه الازهر شويه، دينا شباب طلبه الازهر على فكره يعني مع النظام الجديد هم مظلومين وانتم محظوظين. ليه بقى؟ لان هم بياخدوا اللي انتم بتاخدوه، يعني هو نفس المنهج بيدرس، طب احنا بقى مطالبين مع العام ان احنا نديهم زيادات، لكن الازهر بقى انت بتاخد المنهج بتاعك كامل متكامل وزياده، فان شاء الله اي سؤال في الازهر تحله. يعني انت مثلا لو مشترك معايا في الاحياء وانت ازهري مثلا هتلاقيني بقول لك كل اللي انت محتاجه وزياده، يعني انت واخد اهتمام بزياده كمان. وعلى الابلكيشن مثلا لما نيجي نحل بنحل الاسئله المقاليه عشان الازهر، فمحدش يقلق من الشرح بتاع النظام الجديد، هو ينفع للازهر عادي جدا جدا جدا. علاج التسويف ايه؟ عملنا فيديو عن التسويف اتمنى تشوفه على القناه، هيفيدك جدا ان شاء الله. عايز اسالك سؤال يا اسماء، هو دلوقتي مثلا ليه واحد يسالني هتخطب امتى؟ واحده ما تقوليش الاسم بقى خلاص. قلديك اسماء في الفيديو اللي احنا كنا عاملينه سوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، النهارده هنشوف ولد محمد مع بعض، يلا بينا يلا بينا. هتتشخص ايه؟ هتخصص ايه؟ الموضوع كبير جدا 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 ببساطه خالص يا شباب، بعد ما نخلص السبع سنوات في الكليه على حسب مجموعي في السبع سنوات بدخل بقى تنسيق كده زي بتاع الثانويه العامه، وابدا اخد تخصص على حسب مجموعي. زيك كده جبت 90 تاخد مثلا كليه الطب، جبت 80 تاخد مثلا كليه كذا، انا برضو زيك في كليه الطب، جبت مثلا 85 هلاقي مثلا اخد عظام، اخد مش عارف اطفال، اخد بطنه وهكذا. فهو تنسيق يا شباب، محدش في الكليه بيعرف هو يتخصص ايه، مش بمزاجنا، مفيش حد في الطب بيتخصص بمزاجه الا الاول على الدفعه، ده اللي بياخد بقى اي تخصص هو عايزه، لان كل حاجه تحت ايده، الاول والثاني العشرة الاوائل مثلا بيختاروا براحتهم، والباقي بقى ياخد بقى هو حظه يعني، ربنا يكرمك بقى انت وحظك. طالما نجحتي ما تكرريش التجربه دي تاني، بلاش. انا ما اعرفش حد عاد الثانويه العامه وكان مثلا تجربه موفقه او تجربه ناجحه بعد ما هو بيعيد تاني، فمش شايف دي حاجه كويسه خالص. كفايه بس الضغط النفسي اللي بتعيشيه وانت في ثانويه عامه، يعني هو كفايه سنه ما كانتش لذيذه، او كفايه سنه من الضغط النفسي، ما تعيديش بقى التجربه تاني، كفايه. ايفنتات في المنوفيه، والله الاسباب انا حاليا مش بعمل ايفنتات خالص يعني، بس لو انتوا عايزين ايفنتات احنا ممكن نفكر في الحوار دوت، لكن الفكره كلها ان انا مش بيبقى معايا حد ينظم الموضوع، معيش تيم قوي يعمل الحاجه دي، لان انا بنفسي ما اقدرش اعمل كل ده، لان الموضوع مش على قد مكان بيتاجر والناس بتروح بتيكت، لا الموضوع كبير قوي بشكل لا تتخيلوه، فحوار الايفنتات مش سهل يعني. حكي على ايه؟ قولي لي قولي لي. اللي بعده. دكتور محمد ايمن دلوقتي قولي لمحمد ايمن زمان. محمد دلوقتي قولي لمحمد زمان. محمد دلوقتي فعلا والله قولي لمحمد زمان انت كنت كيوت وجميل. اه والله بتضحك على ايه؟ والله بجد يعني انا زمان كنت طيب، ما زلت طيب والله، بس ايه حاسس ان انا ايه عارف انت الدنيا عماله تديك على قفاك، الكليه تديك على قفاك، الحياه تديك على قفاك، الشغل تديك على قفاك، فالواحد خد كميه قفه وقلام مش طبيعيه. فاقول لمحمد زمان يا اخي يا بختك والله كنت عايش كده يا طفل بريء، يعني مثلا لحد ثانيه ثانوي او لحد مثلا ما خلصت ثالثه ثانوي كان كل مشاكلي في الحياه شويه حاجات في الدراسه مثلا، لكن دلوقتي الحمد لله. بس اقول لمحمد زمان يعني انت كنت حد جميل، ومحمد دلوقتي الحمد لله برده ما زلت يعني بحافظ الى حد ما على عاداتي وتقاليدي، ما بتغيرش قوي يعني، اكيد كلنا بنتغير مع الوقت، لكن انا بحاول احافظ على الرونق او الحاجه اللي انا اتربيت عليها فعلا او القيم اللي انا مؤمن بيها، سواء بقى في الدين او في الحياه او كده، فبحاول احافظ على الكلام ده، لكن غصب عني في حاجات ممكن تتغير للاسوء، وفي الحمد لله حاجات بتتغير للاحسن كتير جدا 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 الحمد لله، لكن دايما انا بشوف الاسوء اللي بيتغير فيا عشان احاول اصلحه دايما، لكن مش احسن من زمان اكيد، النسخه القديمه مننا كلنا احلى من النسخه الجديده، بس الحمد لله ديت الحياه يعني، انا بحب محمد بتاع زمان جدا جدا اكتر من محمد بتاع دلوقتي، فالحمد لله، على الاقل كنت اقرع وكان شعري كويس يعني، لكن اما طلع بقى يقع وبقيت اقرع يعني، فالحمد لله. يلا اللي بعده. لو ما عنديش الصاحب الصالح اللي يمشي معايا في الدروس اعمل ايه؟ مش لازم تصاحب يعني، الصاحب ساحب والصاحب اللي مش صالح هيخليك انت كمان مش صالح، عاجلا ام اجلا انت كمان هتبقى زيه بالظبط نسخه منه، فهو مش حلو ما بيصليش، ماشي مثلا في سكه وحشه، بيدخن، مش عارف بيكلم مين، بيعمل ايه، بيصيع، بيروح، حاجات كده مش مظبوطه يعني الشباب عارفينها، مش لازم تصاحب عادي، عادي جدا. انا في فترات من حياتي كتيره جدا 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 ما كنتش مصاحب حد، بمشي لوحدي حرفيا يعني، وفي الفترات ديت دي اكتر فترات اقسم بالله نجحت فيها،
حرفيا كان في فتره مثلا بتاعت اولى سنه ولا حاجه، الناس اللي انا كنت ماشي معاها مثلا زمان في الاعدادي والابتدائي وكده راحوا في سكك يعني ربنا الحمد لله ربنا كرمهم وخرجوا منها على خير وبقوا ناس ناجحه جدا في حياتهم يعني. لكن ما اقدرش اقول لك ان دلوقتي لو انا كنت مشيت في السكك دي زمان كان زماني في المكان ده دلوقتي. فعادي جدا تبقى لوحدك، يعني انت مش بتنجح باصحابك. اي نعم الصاحب الحلو الناجح الطيب الكويس هينجحك، لكن لو لوحدك برضه هتنجح عادي تمام. فلو صاحبك وحشين ما تصاحبش حد، عادي امشي لوحدك. بس نصيحه ليك يا مؤ يعني اي خد شيل الجمال دي. ايه المفاجاه؟ ما عرفوا منين؟ انا لسه قايل دلوقتي ان في مفاجاه. ده سؤالك انت ولا المفاجاه الاولى وثانيه سنه ان شاء الله في مفاجات على القناه برضو قريب يعني، فكلكم اكيد لازم تكونوا مشتركين ومفعلين الجرس عشان ايه يوصل لكم كل الجديد ان شاء الله في الميعاد المظبوط. الطب جميل بس عايز نفس طويل. تصدق حلوه الطب جميل بس عاوز نفس طويل. انا مين اللي علمني الشعر؟ مين اللي علمني الحاجات دي؟ دكتور عايز احجز معاك اعمل ايه؟ اللي عايز يحجز معانا يعمل ايه؟ يبعت على الواتساب على الرقم ده او الرقم ده وهنقول له يعمل ايه ان شاء الله بالتفصيل. ايه احسن قسم في كليه التربيه؟ كليه التربيه اعتقد بيتخرجوا مدرسين يعني، فشوفي بقى انت اكتر ماده بتحبيها في الكليه ايه. خلي بالك اوعي تختاري القسم على حسب اكتر ماده بتاعت ثانويه عام، لا اكتر ماده حبيتيها في الكليه لان دي اللي هتكملي بيها بقيه حياتك. خلاص اختاري القسم دوت اللي انت بتحبيه بس. اي امتحان غالبا لما بنكون رايحين الامتحان مثلا مطبقين او احنا مثلا عندنا مشاكل شخصيه او عندنا مشاكل في البيت او عندنا مشاكل مثلا مع حد بنحبه او كده بنروح الامتحان مش مركزين او كده، فلازم تتخلصي الاول من كل الحوارات دي. يعني انت مثلا نفضي التراب كده من على هدومك، بعد كده روح الامتحان بقى مذاكره بدماغك بالمذاكره بس. كمان الناس اللي بتروح امتحانات على نيه او ناوي نيه مسبقه انها تغش عمرها ما بتركز حرفيا. يعني لو انا رايح اغش حتى لو انا عارف معلومه هخاف اكتبها تطلع غلط، اقول لا طب ما اتاكد من صاحبي الاول. فاول حاجه تخلصي كل مشاكلك اللي في الحياه جنب المذاكره. خلي بس مشكلتك دلوقتي هي المذاكره الوحيد بقدر المستطاع يعني، محدش بيخلص مشاكله كلها لكن بقدر المستطاع. تاني حاجه ما تحطوش في دماغكم انكم رايحين تغشوا لان دماغكم بيسيستم نفسه ان هو مش هيكتب حاجه لوحده، لازم يغش تمام. بس علاج طبيعي ولا صيدله؟ بصوا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي انا شايف علاج طبيعي في الوقت الحالي، لان صيدله فيها مشاكل بقى والناس مش بتاخد تكليف وحاجات كده. وعلى ما توصلي بقى لمرحله الصيدليه والخبره وانك تفتحي كذا صيدليه يبقى عندك البيزنس الخاص بيك يعني، اعتقد ده بياخد وقت جامد يعني. فعلاج طبيعي دلوقتي. ومش سؤال هو رساله شكر لحضرتك انا كنت طالب معاك ثانوي ودفعت ثالث وهي طب بشري. عاش عاش يا احلى دكتور ما شاء الله ما شاء الله. ابعت لنا على التليجرام عشان تاخد الهديه بتاعتك. اي حد جاب طب بيبعت لنا على التليجرام بنديله الهديه بتاعته، يا اما هيقابلنا في مكان ما يا اما نبعته له شحن. بطل مقارنات، اقتنع بنفسك، حب نفسك، انت احلى واحد بالنسبه لنفسك، محدش فينا بيحب حد اكتر من نفسه، فكك بقى من اللي يقعد يقول لك انا بحب صاحبتي اكتر مني، انا بحب اصحابي اكتر من نفسي، ده كله هقص وكذب، ما تصدقش حد، خلاص؟ ما حدش هيحبك اكتر من نفسه، من الاخر، فحب نفسك بنفسك كده، ما تقارنش نفسك بحد، مالكش دعوه بحد، خرج الناس من حياتك اصلا. الصوره اللي كان عليها الاسكان، شكرا شكرا شكرا، انت اللي مصورها لي على فكره. اه والله، على السطح. اعرفكم عن نفسي، انا محمد، انترفيو بقى وسي في وبتاع. انا محمد طبيب بشري، ما زلت يعني طالب طبيب بالفرقه الرابعه بكليه الطب البشري جامعه المنوفيه بالتحديد مركز شبين الكوم. ادرس بالكليه واعشقها واحب دراسه الطب وخصوصا علم الاناتومي. لدي قناه يوتيوب بها ما يقرب على 900,000 سبسكرايبر الحمد لله، ولدي قناه للفلوجز اللي انتم مش عارفينها يعني اسمها جواد، لازم تخشوا كلكم عليها، هحط لكم اللينك هنا في الاي في اليمين اهوت، بننزل عليها فيديوهات دردشه وكده. ولدي وظيفه جميله أحبها وهي تدريس الأحياء والبيولوجي لطلبة ثانوية عامة أولى وثانية وثالثة، وكنت في السابق أعمل في تدريس النحو، شرحت منهج النحو كله على يوتيوب هنا في القناة، هات الفيديوهات القديمة هتلاقي منهج النحو كاملا كنت بشرحها لزمايلي يعني. بدأت اليوتيوب في 2017 ما يقرب على 5 سنوات والحمد لله كان أنجح مشروع في حياتي. بس في حاجات بقى كتيره بس مش وقت عشان الفيديو يعني، ممكن نعمل بقى فيديو كده اقول لكم فيه كل اللي عملته في حياتي بس يكون فيديو مفصل يعني مخصوص. يلا لماذا نحن هنا؟ صعب. عملت واحده في الكليه وكلمتها وقلت اعمل ايه؟ بصوا احنا دايما بنقول والله يعني بصوا امشوا في الطريق الحلال يا شباب، انت عايز تتجوز امشوا في الطريق الحلال، ادخلوا البيوت من ابوابها مش غير كده بقى، لكن اي حاجه غير كده انا بشوفها حاجه مش اصح حاجه يعني. هتعلقوا الناس بيكم بعد كده تسيبوهم بعد كده يحصل مشاكل، فبلاش. انا مش اهل للكلام في المنطقه دي صراحه، او مش انا احسن واحد اتكلم في الحاجات ديت، لكن بلاش يعني، خليكوا كده في الطريق الصح. عايز تخطب روح اخطب يا سيدي، مش قادر تخطب خلاص بقى خليك مع نفسك صوب بس. يلا تبص لي كده ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا منى العراق، متابعة جديدة، شفت فيديوهاتك عجبوني كل شوية.
كل شوي انت عراقيه يا مرحبا، اقول لها ايه؟ اقول لها مرحبا ازاي بالعراقي؟ انت بتسمعي بقى هندي وبتاع، قولي لي بتسمعي، اقول لها بالتركي ازاي مرحبا بالتركي. طب بالمدبلج ازاي؟ اقول لها مرحبا ازاي، هلا بيكي، وطأتي سهلا، اهلا. اهلين اهلين باشا مصر حبيبي. بحب السرسجه، تعرفي كده؟ والله بحب السرسجه، بتحس كده اللغه لغه جميله كده. لا عمنا بس اكون دكتوره زيك، اعمل ايه؟ ادعي ربنا وذاكري كويس، وان شاء الله تكون دكتوره. اللي بيبقوا دكاتره مش احسن منك يعني، ان شاء الله. عربية احلامي لازم يعني. انت عايزه تعرفي اسماء انت كمان؟ بصوا انا بحب جدا المرسيدس، اللي بعشقها بقى الاي كلاس، مرسيدس اي كلاس، بس شبابيه كده وعربيه جامده يعني، فمرسيدس اي كلاس هي معديه مليون يعني، فربنا يرزقنا ان شاء الله ونجيبها ان شاء الله. يلا هنتجوز امتى؟ لما نتخرج ان شاء الله. مالكوش دعوه بيهم، ما تسمعوش كلامهم، هم تجربتهم كانت وحشه جدا جدا جدا. ان شاء الله اتمنى والله العظيم، بدعي اقسم بالله، بدعي من قلبي ان ربنا يخلصكم من، مش عايز اقول حاجه غلط يعني، بس تتخلصوا من اللي بيحصل ده بمعجزه، ما تتخلصوا من اللي بيحصل ده ان شاء الله يعني باذن الله. قولي قولي بتحكي عليا، قولي. اها ايه ايه كان شعورك ايه من النتيجه؟ عملت فيديو بقى كنت بحكي فيه من النتيجه ده عامل ازاي، لازم تشوفوه، لازم. انا مسميه يوم نتيجه الثانويه العامه كان عامل ازاي، لازم تشوفوه. هوصف لكم بجد يعني كان احساسي كان عامل ازاي. كنت لسه اقرا على فكره، كنت لسه بحلق شعري وكان شعري كله كده لحد هنا كده، قبل ما ابقى اقرا يعني. انا اتحسدت اهو عشان بس ما حدش يقعد يقول لي شعرك ومش شعرك، انا اتحسدت. يلا. انا دخلت تمريض اسكندريه بس الناس بتشوفني قليل. بصوا والله استاف التمريض في العالم كله من اجمل واسمى وارق الشغلانات اللي بنشوفها صراحه في حياتنا. استاف الاطباء من غير التمريض ما نعرفش نشتغل، تمام؟ فبس هي الجمله دي تعرف انت قد ايه مهم. بس نظره الناس للكليات في مصر نظره متخلفه، بمعنى طب بيطري مثلا، هل طب بيطري دي وحشه؟ انا اشوف ناس اطباء بيطريين، مش عايز اقول مليونيرات مثلا، من طب البيطري زي الاطباء البشريين بالظبط، ووظيفتهم وكيانهم احسن بكتير جدا من اطباء بشريين كتير جدا جدا جدا، تمام؟ طب الناس بقى بتشوف الطب البيطري ازاي؟ بتاع بقى مش عارف مواشي بقى وبتاع حيوانات وبتاع، اللي هيسمع الناس بتقول ايه مش هتحرك خطوه، سد ودانك امشي هتوصل بسرعه. ان شاء الله شباب باذن الله ربنا يكرمكم كده، هو حقكم صراحه. انا لو مكانكم وداخل ثانويه عامه دلوقتي هبقى الى حد ما زعلان ومحبط، علشان اللي حصل السنه اللي فاتت ما كانش احسن حاجه المفروض تحصل، بس ان شاء الله باذن الله بمعجزه ما كل ده يتغير ويتفور كده ونرجع بنظام احلى من اللي موجود باذن الله. نتمنى، اتمنى ده ان شاء الله. احنا اللي عايشين على الكوكب، احنا عايشين على الكوكب. احنا عارفه انت هدرس عشان نفتح سوبر ماركت. ايه؟ بفكر وبقول لك ماشي. هو انا لو مش في المونتاج والتصوير ما عنديش خبره، اتعلم منين؟ يوتيوب، اي حاجه من يوتيوب، منصه مجانيه تماما وعليها كل حاجه. اللي عايز يذاكر احياء اكتب على يوتيوب احياء، اللي عايز يذاكر جيولوجيا اكتب على يوتيوب جيولوجيا، اللي عايز يتعلم مونتاج اكتب على يوتيوب اتعلم مونتاج، اللي عنده قناه عايز يكبرها اكتب على يوتيوب ازاي اكبر قناتي. ناس بتبعت لي جدا جدا ايه رايك في القناه بتاعتي؟ بشوفها وحلوه جدا، بس ما تنتظرش مني اطلع بقى اقول طيب يا جماعه تابعوا قناه فلان، لا تمام مش هنعمل كده، لكن اكتب على يوتيوب ازاي اكبر قناتي، ازاي اوصل للناس اكتر، اتعلم السياسات بتاعه يوتيوب، ازاي تكبر القناه بتاعتك، اتعلم ازاي تتكلم قدام الناس، اتعلم مهاره، اتعلم انجليزي، تمام؟ فكل الكلام ده من على اليوتيوب فور فري، تمام؟ انا الحمد لله بعد ما امتحنت يعني كنت متوقع اجيب 408، كنت حاسب لنفسي يعني انا قصدي درجتين بس، جبت 405. فلما لقيت مجموعه جايب طب بشري وجنبي في شبين الكم يعني ما فيش مثلا 10 كيلو بروح مواصله واحده ولا اثنين ولا حاجه، فقلت مش مستاهله بقى تظلمات ومش تظلمات وريحت دماغي يعني، مش عايز الثلاث درجات طالما انا جبت الكليه بس. مش هو اللي ايمن صغير؟ ايمن صغير. وانا لما اجيب حد صغير هسميه ايمن، انا لما اجيب ولد هسميه اسماء عبد الرحمن، احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، سمي عبد الرحمن ان شاء الله. بابا مش هيزعل صح؟ مش هيزعل ان شاء الله. يلا لو زعل نجيب واحد كمان ونسميه ايمن. لازم اذاكر ساعات متواصله؟ لا ساعات متواصله لا، انا خلاص وصلت الفكره يعني، ساعات متواصله لا مش هتقدر، قسميها بقى نص ساعه مثلا ورايح شويه 45 ورايح ربع، تمام؟ عشان بس تعرفي تتواصلي يعني.
شباب الناس اللي خايفه تتعب طول السنه وما تجيبش مجموع، احنا عندنا الثانويه العامه حاليا قسمين، القسم اللي بيتعب طول السنه وربنا بيكرمه ان شاء الله يعني، وفي ناس بتتعب ومش بيحالفها الحظ. فانت ليه بقى تبص للناس اللي بتتعب ومش بيحالفها الحظ؟ طب ما تتفائل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي، فاللي هو انت لازم تظن في ربنا كويس، لازم تظن في ربنا خير، لازم تتفائل. فانت شباب تفائلوا عشان ان شاء الله ربنا يكرمكم. يعني ان انت ما تفائلت هتعمل ايه؟ ان انت بصيت للنص الفاضي، ان انت بصيت للناس اللي هي ما جابتش مجموع، ان انت خليتك خايف. لو خليتك خايف وبعدين يعني، انا لو خليتني خايف واستسلمت للاحباط كده وبعدين بقى؟ لا، انت لما تتعب وما تجيبش احسن ما تخاف وتقعد ما تذاكرش. بس السبب اللي خلاني ابدا يوتيوب هو فعلا ان انا كنت حابب اساعد زمايلي بحاجه، كنت في ثانيه ثانوي قلت الكلام ده كتير يعني، وقالوا لي اشرح لنا النحو خلاص، فشرحت لهم النحو عادي في الشارع كده مع بعض بتاع المصاطب مش عارف ايه، حد يجي لي البيت اروح لحد البيت نشرح لبعض يعني. فحد قال لي او انا جت لي الفكره مثلا، استلهمت فكره ان احطها على يوتيوب، والحمد لله كان في الوقت المناسب جدا، لان مثلا في 2017 ما كانش يوتيوب فيه محتوى سيء بالشكل اللي موجود دلوقتي، تمام؟ كان فاضي، كان حرفيا والله تقريبا ساعتها محتوى علمي بس، او محتوى مثلا ترفيهي يعني، مثلا كان يوتيوب ده حاجتين زمان، ترفيهي بيضحك وعلمي بتتعلم بس، لكن بقى اللي هو قصة حياتي وروتين صباحي وشغل البيت والكلام الهبل ده كله ما كانش موجود والله يعني. ما كانش مثلا زمان تشوفي مثلا حد بيقول لك روتين صباحي اليومي، عملت حلة محشي وعزمت حماتي، مش عارف صالحت امي علشان ابن خالتي ضربها، حاجة كده يعني، مش والله حاجة كده، ما كانش الكلام ده موجود زمان يعني. ف للاسف يعني، فيوتيوب زمان كان انضف من كده بكتير يعني، ربنا يسلم والله يعني. حاجة بقت قذرة، تضحك تضحك، ما انت مبسوط بتتفرج على الحاجات دي، تضحك تضحك تبعهم كله. يلا قولي السؤال اللي بعده. قول الغلطات اللي عملتها في ثانوية. الحمد لله السنة بالنسبة لي كانت حلوة يعني، كانش فيها غلطات كتير يعني. يمكن مثلا اتأثرت في بعض الأوقات بامتحانات الدروس مثلا يعني، عشان أي مدرس بيبقى عايز يوريك إن هو أجمد حد فبيعمل لك امتحان صعب، تمام؟ ودايما أنا بقول الكلام ده من سنين، عشان بس ما حدش ياخد الكلام على نفسه دلوقتي، بقول الكلام ده من سنين، إن زمان ودلوقتي وكل حاجة المدرس بيحب يثبت لك إن هو نمبر 1 فيعمل لك امتحان صعب عادي جدا. فأنا كنت مثلا أول امتحان كيمياء جبت فيه 46 من 50 فزعلت جدا جدا، ما خدتش الجائزة بقى، وجيت في السكة عمال بعيط وأنا راجع في الطريق، فكانت حوارات كده يعني. فالشاهد من الكلام لا تبالوا لأي امتحان درس، مش مقياس. خلاص يلا اللي بعد. لازم تقفلي يا خدي، يلا قولي اللي بعد. خلاص بقى يلا، فوتي فوتي مش عايز اتكلم. شرحك وحش، خرافة. الحمد لله، فضل سؤال وهاتي كمان سؤال بس يكون حلو، عايزين نضحك. علشان انا اسمي محمد ايمن محمد عبد الجواد، فخلاص سميتها جواد عشان جواد ده يبقى براندنج كده يعني. يعني نفسي يبقى عندي براند مثلا بتاع اي حاجه، ما اعرفش بتاع جزم حتى، شباش اي حاجه يعني، بس البراند ده سميه جواد. جواد اسم مميز مش موجود في حته يعني، ما اظنش حد مثلا مسمي حاجه في الحياه جواد يعني. وجواد اسم جميل يعني، جواد جاي من الجود والكرم والعطاء يعني، فاسم كويس. نفسنا نعمله براندنج يعني ان شاء الله. في اسئله ثانيه؟ خلاص كده زي الفل، خلاص كده كفايه، طولنا قوي. اتمنى نكون جاوبناكم على الاسئله اللي انتم حابين تسمعوا الاجابه بتاعتها، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو الاسئله اللي جاي. وانا اكيد بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص يا اسماء بقى، اسماء خلاص بقى. هنزلوا فين؟ انا جواد ولا عارف مين؟ هنزلوا على الواتساب. Thank you.